السلام عليكم. مش بيحصل احيانا ان لما حد تضيع منه حاجه نقول له ليه يعني هي الارض انشقت وبلعتها؟ هو الاساطير برضو فيها حكايه عن واحده الارض انشقت وبلعتها. وانا جنى عادل دي سحلة النهار. تقول الاسطوره ان ديمتر ربت الارض والحصاد والمحاصيل واخت زوس ملك الارباب كانت في يوم من الايام نازله الارض علشان تباشر اعمال. كان عندها بنت وحيده شديده الجمال اسمها بيرسيفوني. بيرسيفوني شبطت فيها: اجي معاكي يا بنتي، استهدي بالله مفيش. طيب تعالي معايا، بس انا هسيبك جنب النهر تلعبي مع الحوريات على ما اخلص اللي ورايا. تمام. مين بقى يشوفها وهي بتلعب مع الحوريات؟ هيدس او حادث، اله العالم السفلي ومملكه الاموات. فلاش باك سريع كده، فاكرين سحله سيزيف؟ مش احنا كنا قلنا ان زوس قتل ابوه وكل ورث اخواته؟ او هيدس ده كان واحد من اخواته اللي كل ورثه، وبدل ما يقتسم معاه العالم بما يرضي الله رماه في العالم السفلي مملكه الاموات، حيث لا شمس ولا قمر ولا نسمه ولا شجر ولا اي حاجه خالص. هيدس ما نسلوش المقلب ده، بس قرر ان هو يعدي الدنيا لحد اليوم اللي شاف فيه بيرسيفوني. هو شافها من هنا وتحول الاستاذ محمود الليثي ده. ما يصحش. راح هيدس لزوس وقال له: بقول لك ايه، هي دي، انا عايز البنت دي تبقى عروس. يا ابني يهديك يرضيك، دي بنت اختك، ما يصحش كده. ليش دعوه، ديمتر هتفشخني، ماليش فيه، اتصرف. مش كفايه ان انت سوحتني ورميتني في مملكه الاموات تحت وانت قاعد بتستمتع في الاولمب وديمتر بتستمتع في الارض؟ خلاص انت هتندب لي، هجيبها لك. كل ده وبيرسيفوني عيني في البلوزه بتلعب مع الحوريات جنب النهر ومش دريانه بالمصيبه اللي هي داخله عليها. بينزل زوس الارض وعلى حته بعيده من النهر كده شويه بيخلي زهره شديده الجمال تطلع وتملى الارض، لونها اصفر وريحتها خلابة. زهرة ايه؟ النرجس. فاكرين اسطورة نرجس؟ تشم بيرسيفوني ريحة النرجس فتحس انها زي المسحورة، وتسيب الحوريات عند النهر وتروح تشوف ايه الزهرة دي، وتمد ايدها علشان تقطف زهرة منها. فمرة واحدة الارض تنشق وتبلع، وفجأة تلاقي نفسها في مملكة الموتى، وديمتر فوق قلب الام يقول لها ان في مصيبة بتحصل دلوقتي حالا، فترجع النهر تشوف ايه اللي بيحصل. توصل ديمتر عند النهر: فين البت يا حورية منك ليها؟ والله يا خالتي احنا قعدنا نقول لها ما تروحيش وهي ما سمعتش الكلام، واحنا حريات يو نو مش هينفع نطلع من النهر علشان هنموت. تروح ديمتر تلعن الحريات، وبدل منظرهم الجميل ده تخلي جسمهم كله يتغطى بقشر السمك ويبقوا كائنات شديده القبح، وتروح تدور على بنتها. 9 ايام و9 ليالي وهي رايحه جايه على الارض مش لاقيه بيرسيفوني. فين وفين بتكتشف ان هيدس اخوها هو اللي خطف بنتها، وان زوس اخوها برضو هو اللي ساعده. فتطلع الاولين بقى وتعمل لهم مجنون: بنتي ترجع لي دلوقتي بدل ما اولع لكم في الارض واللي عليه. زوس حاول يعمل عبيط في الاول، فديمتر اثبتت ان هي ما كانتش بتهدد. فعلا بتهمل الارض تماما، المحاصيل كلها بتدبل، الحيوانات كلها بتموت، الناس بتموت من الجوع، خرب. الالهه طبعا ابتدوا يزمزقوا، لا في حد بيقدم قرابين ولا في حد بيهوب ناحيه المعابد، الناس بتموت من الجوع. فبيروحوا لزوس بيقولوا له لم الدور، فزوس بيقرر انه يلم الدور. راح لهيدس وقال له: رجع البت لامها، بس قبل ما ترجعها خليها تاكل حاجه. وفعلا هيدس بيرجع لبيرسيفوني ويقول لها: انا هرجعك لامك، بس كلي لقمه قبل ما تمشي، ما يصحش، ده انت عندنا. البنت يا عيني خلاص، هو ده اللي هيخليك تحلني يعني؟ هات يا سيدي 3-4 حبات رمان. واخيرا تطلع بيرسيفوني الاولمب، وديمتر تاخدها في حضنها وتطمن عليها، وبعد نشوه اللقاء ما تروح تسالها سؤال مهم جدا: انت يا بنت كلتي حاجه وانت تحت؟ قالت لها: عادي يا ماما، هم 4 حبات رمان. وكانت المصيبه، لان مدام بيرسيفوني كلت حاجه في مملكه العالم السفلي لازم ترجع للعالم السفلي تاني. ومن ساعتها اتحكم على بيرسيفوني انها تقضي 4 شهور من كل سنة مع هيدس تحت في مملكة الموت، وده كان اول لونج ديستانس ماريج في التاريخ. ومن ساعتها وكل سنة بيرسيفوني لما تيجي نازلة ديمتر تتغم والدنيا تكتئب واحنا نكتئب وتبوظ خالص، لحد ما تقضي مدتها وترجع تاني في الربيع، فديمتر تبتهج والزهور تطلع والعصافير تزقزق والحياة تبقى زي الفل، وكلها اتراضت في الاخر وملبسش غير الحريات يا عيني اللي بقى شكلهم ما يعلم بيه الا ربنا. اسطورة الشخص اللي بينزل عالم الاموات فالدنيا على الارض تتكركب وتتحول لشتاء مش موجودة عند الاغريق بس، كانت موجودة من قبلهم كمان في حضارة سومر. عارفين اسطورة مين؟ لو عارفين قولولي في الكومنتات، ولو عجبتكم السحلة دي لايك شير وسحلوا اصحابكم. وللمزيد من السحلات في زرار ماني، دوسوا عليه.